بيخرج عن المألوف دور على الصحبة. على الصحبة. بس. الصحبة اللي حواليه. الصحبة اللي حواليه. بس مش في النادي اكيد بره النادي. لا ما طبعا. بره النادي. الصحبة اللي حواليه. قريبين منه ما في صاحب يضر وفي صاحب ينفع. فالصحبة هي دي اللي بتجر واحد من حافظ وطبعا هو شخصيا. لكن الصحبة النادي اللي بتزن. تعالى 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 زي لعيب يروح يلعب خماسي وهو بيلعب في نادي في احتفالات في بورسعيد بالتأهل افريقيا. ما نشوفنا ابن كابتن حسام يا ذكر شفنا كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن النهارده تأهلوا للدور قبل النهائي. طبعا ايه رايك في طبعا مبروك طبعا مباراه صعبه نادي المصري والاهلي. مبروك طبعا للنادي الاهلي والنادي المصري. مباراه النادي المصري طبعا صعبه في الجزائر اجواء طبعا اللي راح طبعا كلنا رحنا الجزائر وشفنا الجو اللي عنده بقى في المباريات عامل ازاي الجماهيريه للنادي المصري. بنبارك لهم وربنا يوفقهم. والنادي الاهلي برده عمل ماتش كويس امبارح وربنا يوفقهم يطلعوا الاثنين النهائي ان شاء الله. الدنيا قلبه ليه على التحكيم والحكام انديه وجمهور واعلاميه مش عاجبها من التحكيم؟ لان التحكيم كان مش كويس. موسم بادئ 6-7 اسابيع ب 50 ماتش نسبه كبيره جدا من الاخطاء يعني يا دوبك ها الاسبوع ده بدا يتعافى لكن يتعافى حصل النهارده عن ماتش الزمالك حصل النهارده خطا تحكيمي برضو انما ليه اسباب غير النتيجه. طبعا ليه اسباب. اسباب الخطا النهارده يا كابتن معنا ماتش الزمالك يا استاذ خالد. طبعا في ركله جزاء سليمه بتاعت احمد ابو فتوح بناء على ركله الجزاء اللي حسبها للزمالك. يعني نفس المعيار لو نفس المعيار اللي حسب بيه ركله الجزاء الاولى يحسب ركله الجزاء الثانيه. ايوه حكم قريب قريب وشايف هو تبرر ايه يا كابتن عدم احتسابها؟ اولا عدم احتسابها مش هنتكلم في المباراه دي يعني بصفه عامه ما هنتكلمش احنا عاوزين يبقى المعيار واحد. المعيار واحد ده اعداد. ده اعداد. طبعا. كنا نتفق ان اعداد الحكام هذا الموسم بناء على تصريحات. لرئيس لجنه الحكام ان تصريحات اللي هو الشعارات اللي احنا بنسمعها اليومين اللي فاتوا دول كلهم والخلافات وبتاع انا طبعا انا اعتقد دي ضربه الجزاء. اولا الحكم هنا يستحيل يشوف الكوره. يستحيل. يستحيل. طبعا لان هو طبعا تمركزه ما يسمحلوش. الحكم هنا واخد ركله الجزاء من الحكم الخامس. رايح الحكم الخامس اهو. لا هات اللقطه اللي انت اللي حتى اللعيبه راحوا له. ايوه هات اللقطه اللي الحكم مش موجود هنا. مش في الكادر اصلا. في الكادر هنا خالص مش باين خالص. هنا اكيد يا كابتن فهيم اللي حس اللي اداها الحكم الخامس. ده 100%. طبعا ده 100% لما هتجيب الكادر اللي جاي من ورا الحكم بعيد مش مستحيل يشوف. مش ظاهر خالص اصلا. مش ظاهر. من غير ما هو يعني من غير ما حد يقول لنا. انا بنقول اللي حسب دي الحكم اللي اكيد تمام. وانا من وجهه نظري هي لمسه لا يوجد ركله جزاء. فين لمسه الايد ده؟ هي في الكره جت في الايد بس هنا في اولا مسافه ورياكشن. هل الايد راحت للكره؟ هل الايد خرجت من جسم اللاعب راحت للكره ولا دي تحرك طبيعي للاعب؟ هو بيجري. بس هي واضح للكاميرا برده مش جايبها. مش جايبها. مش واضحه قوي يعني. مش واضحه انها لمسه. مش واضحه قوي لكن يعني هي جت في ايد لاعب واوضح جدا يعني جت في ايد لاعب المفروض يعني هي جت في ايد لاعب المقاولين. التقدير بس هنا بيجري جنبي لعيبه الزمالك. التقدير هنا تقدير الحكم الخامس. حكم الغراء ما شافش الكوره يعني ده اللي حاسبها الحكم الخامس طبعا. من لقطه من ورا من بدايه اللعبه يعني اللقطه الطبيعيه هتلاقي الحكم بعيد. بص الحكم فين؟ ده لسه في الصاله. خلينا بس هنا الحكم عشان يشوف دي شكلها كده. استحاله يشوف. كمل شويه كمان. ايوه لا مش واضحه بقى خالص. بس هو كده بقى على 18 على فكره. بص فين هم؟ شوف على دايره 18. دي لعبه ثانيه. دي لعبه. لا دي مش دي. مش ضربه الجزاء. لا هي. لا لا مش هي. الثانيه طلعت تعتبر كورنر. طيب ماشي. انا كده. هي كده. هل هنا الحكم يقدر يشوف الايد دي؟ مش ده مش في المنطقه اصلا ما خلاص مش موجود اصلا. محتاج تاكس عشان الحسين خلاص اللي هو اهو مش موجود حتى على 18. هو مش موجود حتى على 18. عشان هو ايه؟ معتمد على ان في واحد ممكن ياخد قرار اللي هو الحكم الخامس. بالظبط كده. فهنا اللي حسبها الحكم الخامس. انا مش شايف ده 90 ده 100% مش انا بقول 100% اللي حسب ركله الجزاء. طب نشوف ده احمد ابو الفتوح كده يا جماعه بتاعت المقاولين. انا بتاع المقاولين قال احمد ابو الفتوح الحكم قريب جدا وشايف. شايف طبعا. والحكم الخامس شايف حتى اللقطه اللي هو تقديره فيها ممكن يكون تقديره ليها المسافه
مش المسافه يقول لك يعني هو غير مقصوده وما عملش ايده كده ازاي يعني ده عامل ايده كده لا هي عامل ايده كده ثابته لا مش ثابته بص على كده خارجه من مكان ماشي مش ثابته جنبه كده لا ما انا فاهم ايده كده هي الاخطاء ما احنا الاخطاء موجوده هنتكلم على المعيار يعني طالما حسبت دي هنتكلم على المعيار طالما حسبت دي يبقى احسب دي هنتكلم بصفه عامه المعيار يبقى واحد احنا عايزين نتكلم في ان ايه هناك اخطاء من اول الموسم الاخطاء دي سببها ايه انت النهارده لما تيجي تعد فريقك بتعده بتحفظوا التكتيك والتكنيك والاداء وطريقه الاداء بتاعت الفرقه تمام هنا بقى قدامه بيني وبينها ما فيش 2 يارد اي 2 بالظبط بس اقول لك انت فاهمه بس اقول لك على حاجه بامانه برضه الحكم محطوط تحت ضغط مش طبيعي بغض النظر انا نفس الحكم يحسب اللي شايفه انا مش ببرد مش عارف حكم يبقى شايف حاجه زي كده ما يحسبهاش على فكره انا حكم تاني يبقى شايف بنالتي للاهلي وما يحسبوش ولو بنالتي البيراميدز ما يحسبوش بقى عندك حد بيمسك نفسه اصلا ما هو بالظبط ما ده جزء من الاداء لا كابتن ياسر بص يا كابتن بص الضغوط على الحكم بص يا كابتن اهي ايده متحركه يا كابتن ياسر بنفس الطريقه ايده متحرك بس عايز اقول لك على حاجه ده هنا اللاعب الزمالك شايف الكوره شايفها ومن يعني والتاني جنبيه يعني شايفها ومحرك ايده ايه مش جنب ليه الاخطاء دي كلها احنا بنتكلم في كابتن ياسر ان المعيار يبقى واحد ان الحكم يبقى عنده شجاعه اتخاذ القرار وهو جنب الكوره طالما انت جنب الكوره وشايفها ليه ما تحسبهاش ليه بتخاف من اهلي او زمالك او بيراميدز او اسماعيلي او مصري او اي استاذ ابو المعطي احنا بنقول اعداد الحكم قبل بدايه الموسم المشكله كانت في اعداد الحكام قبل بدايه الموسم يعني انت معترف ان الانديه ليها حق طبعا كل الانديه ليها كل الانديه خاصه كل الانديه اللي هي عملت ازمه وهي نادي الاهلي ونادي بيراميدز طبعا اللي اتظلموا في مباراه الانتاج والجون بالظبط ما اصل بص في اخطاء لما نختلف انا وانت ونتناقش على قرار في حكم او احنا الثلاثه نختلف في قرار لحكم ممكن نلتمس العذر للحكم طب كابتن علاء لبيب كان له تصريح شهير جدا